باشرت السلطات منذ الليل شفط المياه عن المدارس من أجل تحضير مراكز الامتحان. نشكر الوالي على العمل الذي قام به، ونحن منذ هذا الصباح ننظم رحلات لثمانية صهاريج من أجل شفط المياه عن الأسواق كأولوية وعن ملتقيات الطرق الكبرى وأماكن التجمعات وأماكن وجود الأشخاص، وفي النهاية عن المدارس والأحياء وهكذا. إنها أولويتنا التي ثبتناها من أجل تسهيل حياة السكان.